بعد مرور وقت طويل قعدت تستمر المغامرة ووقت أطول وأطول. استمرت المغامرة في الكهف والسجن، استمرت المغامرة وأيضا في معمل العلوم وغيرهم الكثير. وأخيرا جاء الوقت، لمحاربة الزعماء الذي يسموا مستر بي وجراند ماذر وإنهاء السلسلة. وهذا الشابتر الخامس الأخير في المخبأ. عاملين ايه النهارده؟ اخر ماب في سلسلة بيجي كاملة، الشابتر المخبأ. طبعا انا شباب يعني ده المخبأ اللي قلنا في الفيديو اللي فات، انتوا شفتوا ان احنا قلنا ان احنا محتاجين نستخبى في اي مكان، لقينا مخبأ واستخبينا فيه مع دوجي طبعا اللي قبض علينا، بس هو طلع معاش فما عادش بيشتغل ظابط فبقى لابس كده. طبعا القصه انا اللي عاملها يا شباب، يعني هي قصه عبيطه شويه مش كده ملك؟ بصراحه تمام. هنا طبعا ده المخبأ اللي فين الحاجه جراند ماذر اهي، شكلها زي الزفت، شبه بند الزفت. المهم يا شباب عايز اقول لكم يعني ان الماب ديت كبيره، بس صحيح انا كنت عايزه اغير مكان بندي كده عشان ما كانش عاجبني. ثواني، ان بي سيز بندي. تعالوا يا جماعه، محدش يقول موسم ثالث صح محمد؟ هو بس هو لو قال هنعمله برضو يعني عشان الشباب يعني. شباب ما بقى نعمل ايه؟ انت كده بتديهم حافز. تك 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 تك. ده لو عجبتهم اصلا ممكن تكون مش عجباهم اصلا، بس هما بيحطوا عليها لايك فاكيد عجباهم يعني. المهم هنا شباب طبعا ده الدور اللي تحت. هقول لكم بقى، تعالي يا ولد استكشفي معايا كل اماكن الماب عشان الماب دي صعبه جدا. انا يا دوبك بفتح بيها مفتاح واحد من فين سكه. دي يا من وضع يا رجلي خنت. لا عشان انت لوحدك. اولا انا مش نوب صح كده وكده ساعات يعني. والاكتريه ايه؟ بقول لك ساعات كده وكده. الاكتريه حريف عشان الماب ضيقه وفيها وحوش كتير بيجروا وراك. فايه هو انت بتشعر منهم زي ذكي؟ ما اعرف يعني. المهم هنا طبعا ده المخبأ كله يا جماعه من فوق هنا المكان ده تمام. المهم بقى في هنا معمل كمبيوتر، كمبيوتر لاب، معمل كمبيوتر ده طبعا جمال اللي عامله، يعني جمال بقى بيساعدني في الشابتر 4 الموسم الثاني وشابتر 5 الموسم الثاني. يعني هو ساعدني بصراحه، انا عملت له الاوضه ديت اما هو قلبها اصفر. هو ده اصفر؟ ده اصفر ايه؟ قلبها معمل كمبيوتر والوان رمادي يعني الوان مناسبه. اصل ما شفتش عشان كان النور تمام. طبعا كان المفروض من حق جمال ان هو يصور معايا الفيديو دوت، بس للاسف مشغول بالدرع. وهنا طبعا ده بعد باب الهروب. تمام، القصه هنا يا شباب سعيده قوي، النهايه طبعا. اوكي يلا يا شباب. وهنا طبعا بقى المكان ده اسمه المعمل السحر للذاكره. ده بقى معمل بيعرض لك كل ذاكرتك. هندخل هنا هنفتح نلاقي هنا ايه؟ توفت اصلا. ميمي دي توفت طبعا يعني الله يرحمها. بس اسمه ده يعني ده عشان ده معمل الذاكره اللي بيدخلك في ذاكرتك كده وكده يعني. طبعا يا شباب ما فيش حاجه في الحياه بتدخلك في ذاكرتك. المهم هنا ده مصنع الالعاب شابتر 5 الموسم الاول. بتدي ميمي البتاع ديت، طبعا ميمي ميته ده في ذاكرتك انت بس كده. تقوم فاتحه هنا، وهنا طبعا المعمل بتاع باني معمل العلوم تمام. وهنا نقوم فاتحين هنا واحذروا كده. المكان ده ايه؟ ده البيت بتاع الحيوانات، البيت الاحمر بتاع الحيوانات اللي كان موجود في ماب المزرعه الجزء الاول الموسم الاول، اول حاجه خالص في القصه تمام. اللي ماشي عادي مفيش مشكله تمام. وهنا بقى ايه؟ بنفتح بمفتاح الاورنج اللي جوه الخزنه البيضاء دي، كان مفتاح اورنج طبعا. نفتح هنا هنلاقي الكهف شابتر واحد الموسم الثاني. ناخد نطفي هنا وناخد ده وما عندناش. طولنا عليهم قوي صح؟ غيرين. وهنا ماب النادي بتاعها، وهنا اخر حاجه اللي هتجيب لنا مفتاح الهروب وهي ماب القمر. طب يلا بقى عشان انا زهقت. معلش يا شباب متاسفين يعني، بس انا كنت بكشف ملك الماب بس عشان هي صعبه تمام. يلا 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 يلا. حقيقه 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 مين هو مستر بيوش؟ هيتحرك؟ اتحرك اهو، قرينا عليه. انت اللي قريت.
باي باي حبيبي باي. انتي اسمي جراند ماذر. جراند فازر. ملك ماتت. بعد إذن الهوى أنا قلبي استوى. هو محشي. هو محشي يا أختي. كم مستر بيتنح. وقف بيتنح ليه؟ استغفر الله العظيم. استغفر الله. استغفر الله بس. محمد أنا بقى كده أشرب مية. ما أنت كنت عرفت بيه. اه صح، عايز اقول لكم يا شباب ان ده مكان الزبون اللي انا اترزمت فيه. طبعا جمال كان قاعد يهبل هنا، انا عملت بس الماب بعيده شويه عشان ايه، قلت ان هي هتبقى طويله وفي حاجات مش هقدر اعملها على مكان الزبون دون، فقلت اما اعملها هنا حمام هناك. اه جمال كان عامل هنا حمام طبعا، يعني مش هوريه لكم ده قله ادب. ويعني المهم يعني انا عملت الماب بعيده عشان كان في حاجات مش قادر اعملها عند مكان الزبون. تمام المهم شفتي بقى، مش انا قلت لك قبل ما نصور الفيديو ان انا يعني ثانيه بس وبموت بسبب ان الماب صعبه جدا، حاطط فيها حراس كتير جدا، مش عارف ليه الغباء مني يعني. يا ماما ادي العم الدوجي ولا افتح معمل الذاكره؟ ادي العم الدوجي. ادي العم الدوجي. فيليب يا معفن. فيليب مين اللي هو تي اس بي؟ انا عارف اسميهم كلهم. قتلني ده. هنستنى اتفرج على ملك بقى كده. بتفرج على مستر بي. خلي بالك. حاضر. مش شايفه حاجه. هو المفتاح. المفتاح. اتحشرتي يا بنتن. يا بنتن. يا بنتن. يا بنتن. ما تقرش. ما تقرش. ما تاخدي المفتاح يا بنتي ولا اقف الجيم. وقفته. ايه المشكله؟ انت لسه فاكر؟ انت لسه فاكر ده انا هتفلك في القبر بايدي يا دوجي. واضح ان احنا هنروح نبص. اه مش هنلعب بلاير خالص ولا اقول لك نلعب. نلعب وات. ايوه هنلعب وات 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 وات. مستر بيبي بي. هنا طبعا في قطه وباندا، يعني سبحان الله مزيج مش لايق خالص. هنا ده معمل الذاكرة طبعا يا شباب. اتفضلي يا ميمي. الله يخرب بيتك. الله يخرب بيتك. الله يخرب بيتك. قضني. لا 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 ما عنده بزر اللي يطفو على وشي. يطفو على وشي جدا كمان ياكولي. انت فين؟ فاتحة ايه؟ الموت. امتى؟ دقيقة. اي مين موتك؟ حاجة حاجة من مصر. يا الله بس بيك اكسر شرارك. تعالى البربل دي. ما عمل بني ربنا. لا تفو على شكلك. تو فار فار في مستاكل. فتحنا جزء كبير بس حرام 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 بجد يا ملك الباب دي. محمد اصعب باب في السلسلة. هو انت ليه ذكي كده وفيلسوف؟ ما دي اي اخر ماب بقى لازم نحتفل. نحتفل؟ ايوه ده الاحتفال بتاعي. اه ما شاء الله احتفالك زي الجل. زيك انت تي اس بي محترم. واحد الله تي اس بي محترم. اه البني ده اسمه فيليب. هبعرفك على اسميهم بعدين. قالك ليه؟ ليه؟ محترم ما تطلع منك ولا كأن. ولا كأن؟ ستر بيبي بعد اذن الهوا انا عندي استوى. لا هو سخن سخن خالص. هيوا بوت ربنا يسامحك. بيفل بقى في وشي. بني بني الحمد لله. بس انا واحد. فين مستر بي؟ معرفش. ما تزوم في داهيه. في داهيه. طب هنعمل ايه بقى؟ روتي ارتي اهو. لا تفضل كده كده محتاجينها دلوقتي صح؟ ماشي انا اديتها حته نسخه كده. وانا هتديني حته. كلها هيديني حته ضربه. وانا انا يا كوره. وانا اتشغل. اقرف من الدنيا. ايه؟
المبنية في الخمستاشر باب تقولي صفر من عشرة؟ رأيك يا فرماني. ماشي انتي اختي شبهي. ايوه بس احنا مش هو المفكر ما بيتاخدش ليه؟ انت راسك اتفكت مش المفكر هو اللي الباب دي صعبة اوي. انا كرهت روبلوكس يا بنتي. روبلوكس دي ليه؟ بسبب السلسلة دي. السلسلة دي حلوة على فكرة. انتي اللي ما بتحبي تتريقي على كل حاجة بعملها. يلا البطاطس الاسفلت اسفلت 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 كلت اسفلت كلتي اسفلت موتي. لا خدتي المفتاح الازرق. لا امال انت ما بتاخديش حاجه. انت بتجري في الباب عايزين اعمل كل حاجه. ما هي حشرتني في الزاويه. هو انت كل حاجه بتبقي جبانه كده ما بتشجعيش ما بتاخديش الادوات حتى وهم حاشينك. انا بعمل كده ايه منين؟ كلي موتك ده كم منين؟ عايزه اعرف يعني. بتقعدي في الاخر تضحكي على كل حاجه. ضحكتك دي مستفزه. شباب مش بذمتكم ضحكه ملك مستفزه؟ لا هو كل بصراحه هو مستفز. وانت كمان ضحكتك لك والله وشه ايه في الفوشه ده كله نجار صح؟ ولا نجار. لا ايه يا بي يا بني يا انا هقتلها بالسلاح بتاعها. انا ترين ترن 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 محمود في خصوصية تقدر تقتل ال NPC. يب يا نجم بقى في الباب وش مالك. اهو اهو افتحي ماما. خد انت الازرق وانا اخد العظمة. يا مستر بيه معفن. الله اختي عامل لك كماشه. جيم اوفر جيم اوفر. لا حول الله يا رب. لا يا رب لا حول الله يا رب. لا حول الله يا رب. مين ده اللي يختي؟ ده السولجر بكابوزة. وكان هي بكابوزة. انا عندي ملط. الله يخرب بيتك يا فيليب يا معفن. فليب معفن. محمد بقولك ايه من لعبها بلاي بقى طلعنا في بوت خلاص مش قادرين. او نوريهم القصه. يا ريت نوريهم القصه بعد كده نلعب. اقولك هقلل شويه من الحراس. بصي بما ان مستر بي وزفته موجودين يبقى انا اشيل البيجي خالص. ولا اقول لك فكره وحشه بقى. لا ما هو الثلاثه علينا كده كده. خلاص نجرب اخر جيم فوت. تري تران بص مستر بيهين تران 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 تران. انت ند انت عيل ند صح؟ ندل هو دن اللي مش ندل. دن دنل. لا دن في فرق ما بين دن وندل ودنل. دن بن شكلك لا استر يا رب. هتدفع لي ان انا ليا حق بصراحه. تحيا عليم يا ازاي يا كريم. لقيتك هبابه زبهك. زبهك ايه زبهك دي محمد قصدي شبهك. كلهم عليك يا اسطى. انا اسود. انا جريت وسبت ملك. هو فين؟ كولي كولي في المولي. مريح لي مريح لي. هو فين يعني؟ he is gone for 20. ايه فاتت؟ الله يخرب بيتك. انت هي طلعة الله يخرب بيتك بيحشرني. الله يخرب. ها و ها 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 ازاي؟ موت. شفت يا جماعه فيديو يوسف ومريم دوت لما كانوا بيعملوا ورده؟ كان حلو يعني. هم ما صوروش وشهم صوروا ايديهم. كانوا بيعملوا ورده بالورق في الحقيقه.
لكم فاكرين الكلمه دي في الحقيقه انتوا هتشوفوا ايديهم. انتوا هتشوفوا ايد مريم لكن يوسف لا. بس على كده 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 اصلا ايد يوسف شبه ايد مريم قوي. هو الفرق بس ان ده رفيعه انها بنت. وات وات رب رب بسم الله ما شاء الله عليا ملك. الله يخرب بيتكم الله يخرب بيتكم بقى مش عايزه اموت. هم اصلا في البريه ما لهمش بيت. لو هم بريه فعلا ملاك زفتاء بطلي هزار رخم زيك. نو انت ازيك ازيك انت انت ازيك واحد بيقول انت ازيك ازيك بقى ان شاء الله. ركز في اللي انت بتعمله. ركز ركز خذوا يا لوكين تجمد كده خد كده خد كده روح موت لي بيجي عشان على الاقل نبقى خلصنا من واحد. لوكي يا خبال اغمى عليه لوكي جات له غيبوبه صح؟ الاهبل ده 60 سنه بقى صح هو فين الشاكوش؟ اتكسر هو انت نسيت تحطه ده؟ اللي تقول لي نسيت تحطه لا انا متأكدة ان انا حطيته بس هو انا نسيت هو فين. مستر بي مستر بي مستر بي يا مستر بي مستر بي بي مش ممكن يكون جوه الباب الاحمر؟ ممكن يكون جوه الخزنة الصفراء اللي انا بقالي كتير مش بفتحها ديت. هو انت عارفة فين مستر بي؟ نو لان هو ما قتلنيش كولي اللي قتلني ودست بالغلط عليه. الله مين هيبقى فين الشاكور؟ يمكن بورا الباب الاحمر. احمر ايه اسكتي انا لقيت هنا الديناميت بس جوه الخزنه. اختفي انت كمان وكله بيتحرك كانه ملجلج ما شاء الله. ايوه ما انا لما بختفي بيعمل كده سيسنا الهوا انا قلبي استوى. اكيد الشاكوش بره ما انا مستحيل اكون ما حطيتوش مش بعد كل ده مش بعد كل ده وقف الجيم واحطه ولا شكلك بص ايه معفن انت جبت الحياه كلها وراك والموت كلها ورايا. ده مش الحياه دول الموت دول الموت. وما شاء الله لازقين في بعض. اجلت طيب بتشرع عنك. لا اجلت بتشرع عنك. وريهم بقى القصة وخلاص. خلاص ما تجي صعبة تمام يلا اتفرجوا على القصة. انت فهمتوني طبعا. احنا بعد ما هربنا الراجل دوت جه عندنا وقال لنا انت بطل جري لان بعد باب الهروب اصلا اوضه ضيقه احنا نتحشى فيها. واللاعب العادي بيقول له بقى في ايه. بعد كده الحارس بيقول له انا عندي اخبار حلوه ليك وحشه ليا. فاللاعب بيقول له ايه اللي حصل؟ فالحارس بيقول له مستر بيو جراند نظر قرروا ان هم يبطلوا خطط شريره ويعالجوا الاشرار اللي عملوهم. واللاعب العادي بيقول له انت بتخدعني؟ هو متفاجئ كده. وبعد كده الحارس بيقول له لا. بعد كده اللاعب بيقول اخيرا خلصت القصه على كده. ها ايه ده السويتش تاني؟ لا بصي ماي جاد الهبل ده كل ده عشان قريت القصه. محمد عمال تزوب زوب اعمل زوم. كل ده عشان قريت القصه. عمل خلاص. المهم بلاير بقى انت شكلك حسيتني في موضوع ان انا بلاير ده صح؟ انت عينك اوعي تموتي عشان لو موتي هعمل نفسي بلاير تاني. ماشي ترن 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 ماذا يا ملاك؟ ماذا يا خلاك؟ بس يا ولا لا مش بس يا ولا. والفيديو خلاص من فين هنا يعني لما تشوف لا يعني
عارفه الرف اللي كان عندنا او المدرسه بينا بيترس من وراه. اوكي كوكي كوكو كوكي كوكو للي كده بتفتحي المعمل محمل الذاكره. انا الدكتوره الشريره مش عايزه حقنه. انا الدكتور مش عايزه حقنه. لا ده انا بالمنشار مش بالحقنه. المنشار ده انت هتفكي لي الجبس ولا حاجه؟ ايوه هفكي لك الجبس طبعا بس مش متجبسه. يعني انت مقرفه مش متجبسه بس مقرفه. انا الدكتوره انا النيرس. طب ما انت كده مش دكتور. النيرس النيرس اللي بتساعد الدكتور مش الدكتوره. مالك هناك 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 مقرفه. حكيت حظ هو ده سطور ده ولا ما عارف. لا ده مطور مش سطور. مطور. طب طب يلا تلخي يلا. لا بط ايه 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 شكلك يعني حتى بتاع الثوب مش شريفة. حتى الثوب مش شريفة. فلير وجيم الجاي بلاير بلس بوت. لا ولا ولا ايه بعدها خلاص خلاص ايه نقفل. ليه ليه مظبوط هتبقى رخمه وكمان يعني اه احنا انا بحبهاش برضو يعني انا بستهبل. فقفقينا انت عارفه ان انا ما بحبهاش يبقى انا ايه فقفقينا. فقفقينا ايه بستهبل ايه فقفقينا انا جعانه. طب ما تجوعيناش عشان احنا صايمين. بالظبط يعني مش بتاكل صوره الفواكه زفتها. يخرب بيتك مستر ما فيناش من كده ما فيناش من كده. انا مره كمان. لا انت قلت لي اقفل مش ده. لا وبس كده محمد. لا النهارده خلص يا رب يكون عجبك. لا يا محمد ما تنسوش اللايك. محمد ايه يا محمد دور ان انا بيجي خلاص اهو بعد اذن الهوا نروح. قلبي استوى. اديني فلوس مش هتاخد. ليه بقى مو وصل كده كده ستوب جيم. انت عينه زفته. انا ازاي تحط فلوس انت عايز كل حاجه الكرشه. ايوه عايز كل حاجه الكرشه. انا بحوش زفته انت ما انا بجيبها وراح صلاح. اه لان انا ساعدتك قبل كده كتير وحوشت لك كتير. ايوه بس حطينا العائله دي كتير. لا انا لسه حوشت لك اول امبارح. ايه في بيجي ليش؟ هقول لك بعد الفيديو حوشت لك انت ان انت اصلا مش عارفه. مش عارفه عشان محطط. لا من هو حصل يا اختي حصل وطحينه. لا مت صح؟ لا انجازوا بقى انتوا في بعض انجازوا. بكر بكر شفتوا اللي انا عملته بكر. شفتوا اللي انا عملته بكر بكر بكر. شوف شايفاك على فكره فاكر نفسك عامل كام فلاش. ومالك دي كمان باتنين لان هي عامله شخصيه التوينز التوائم. التوائم التوائم المنيل. شباب فيديو النهارده خلص يا رب يكون عجبكم. ماليش ماليش في ايه ماليش في ماليش في ايه انت هتموت. ماليش دعوه هو حشرني في الباب انا كنت بخرج لقيته في وشي. ماليش دعوه. طب وانا كمان ماليش هيبقى كان ما كانش هيبقى ليا دعوه لو انا مت. عادي عادي لو كنت مت عادي. ما انت كنت هتقول لي هبقى ليا مره كمان. لا ما كنتش هقول. مين قال هو انت قاري قاري دماغي. انت لسه كنت جاي. يعني انت انا بهزر معاكي. استغفر الله العظيم يا رب. يلا نخلص كده ولا نلعب صور زي كل مره؟ لا خلاص. ليه؟ مش عايزه. مش عايزه ليه؟ سهله اصلا من السلسله دي ونفسي اخلصها. هما لو طلعوا موسم تاني هتلعبي؟ نو ماشي. وبس كده يا شباب فيديو النهارده خلص يا رب يكون عجبكم. وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. ويلا اللي انتوا بتنسوه دايما. اه والله. ويلا مستعد الملك سلام.